السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي للفراخ، جديدة وكمان تحفة جدا في جمالها وقد ايه هي بسيطة. هتطلع معاك الفراخ طعمها رهيب جدا، دايب كده ومستوي في 10 دقايق. يعني لو مستعجلة وعايزة تعملي تتبيلة للفراخ تكون سريعة جدا وتديكي طعم في منتهى الجمال والروعة، أحلى كمان من الفراخ المشوية. تتبيلة بسيطة موجودة في كل بيت وخطوات بسيطة جدا هتطلع معاكي أحلى طعم للفراخ. تقدري كده تعمليها جنب مكرونة أو جنب أي حاجة انتي تحبيها، وسلطات وطحينة تحفة جدا. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير. زي ما احنا متعودين طريقتنا بسيطة ومقاديرنا كمان متوفرة. اهم حاجة بيكون عندك كمية الفراخ اللي تناسب عدد افراد اسرتك. انا معايا هنا صدور فراخ مقطعاها على 6 قطع، يعني كل جهة من صدر الفرخة مقطعة على 3، لان الفرخة بتاعتي كانت حجمها كبير زي ما احنا شايفين. حجم القطعة ما شاء الله كبير قوي، تمام، مغسولة كويس بقى ومنقوعة ومحلول نقع كده ومتروق عليها. التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا و7 بهارات وتوم باودر، بصل باودر، وكمان توابل فراخ ورشة بسيطة جدا من الحبهان الباودر، وكمان ممكن تضيفي شوية من الجنزبيل. تمام كده بتبل الفراخ على الناشف بالمنظر ده، يعني الفراخ بتاعتي كانت مغسولة ومتنشفة تمام، وبحط عليها التوابل بالملح كده على طول، بتكون معايا بالمنظر ده. عندك وقت وحابة تسيبيها في التتبيلة دي نص ساعة؟ براحتك. اذا ما عندكيش وقت اشتغلي على طول زي كده وهتطلع معاكي ممتازة جدا. تمام، دي اول تتبيلة عملناها وهسيبها فيها على ما اجهز الصوص اللي احنا هنحط فيه الفراخ بتاعتنا دي. معايا هنا 3 معالق كبار من الصلصة، صلصة عادية جدا، واذا عندك كاتشب ممكن تستخدميه. تمام، هحط عليها معلقة كبيرة من العسل الاسود، معلقة كبيرة كده او 2 معلقة، ما تخافيش خالص وما تقلقيش، العسل الاسود هيدي طعم تحفة جدا للفراخ والتتبيلة دي. تمام كده، يعني 3 معالق من الصلصة العادية عليهم 2 معلقة كبيرة من العسل الاسود، 2 معلقة كبيرة من الخل، 2 معلقة كبيرة من الزيت. تمام، خطوة خطوة كده مع بعض. التتبيلة التانية اللي احنا بنعملها دي هتنقل معاكي طعم الفراخ نقلة تانية خالص. كمان 1/2 معلقة أو 1 معلقة صغيرة من المستردة، تمام كده، و1 معلقة كبيرة من الصويا صوص. اذا مش متوفر عندك الصويا صوص مفيش مشكلة، ممكن تستبدليه بدبس الرمان. اذا مش متوفر ده وده خلاص بنستكفى كده العسل الاسود ويا المستردة، بدي طعم حلو قوي. وعصرة 1/2 ليمونة، بقلب كل التوابل السايلة مع بعضها كده، لان هي طبعا زي تتبيلة كده حلوة قوي. قلبت الصلصة والعسل والمستردة والليمون والخل والزيت كله مع بعضه والصويا صوص، ده قوام الصلصة التانية او الصوص اللي احنا بنعمله ده، ده القوام بتاعه. ببدأ اجيب الفراخ بتاعتي اللي انا تبلتها الاول على الناشف بالملح والتوابل كده، وبنزلها في الصوص اللي انا جهزته معاكم. تمام جدا بالشكل ده، شايفين قطع الفراخ وهي متتبلة كده، حلوة قوي. كمان شربت التوابل والملح جميلة جدا. بحطها في الصوص كده وبقلبها كويس علشان تتشرب حلو قوي. وزي ما قلنا التتبيلة دي سريعة، مش هتاخد مننا وقت ولا حاجة. عندك وقت وحابة تعملي التتبيلة دي وتسيبيها منقوعة فيها نص ساعة كده شوية زي ما تحبي، ما عندكيش وقت اشتغلي على طول وما تقلقيش خالص، الفراخ بتاعتنا هتتشرب الصوص والتتبيلة دي بسرعة. ده شكلها حلو قوي، تمام، شايفين لونها مبدئيا كده تحفة جدا. دلوقتي معايا طاسة على النار فيها قليل خالص من الزيت، هستنى لما الزيت يسخن وتكون الطاسة كمان سخنة جدا، علشان اول ما بنزل قطع الفراخ بتاعتي تاخد صدمة على طول ما تنزلش سوائل،
تمام كده، عايزاها تاخد لون تحمير كده يكون متحمر وحلو. طبعا درجة اللون دي زي ما تحبي، انا بحبها تكون غامقة شوية، تمام، علشان تديني نفس منظر الفراخ المشوية. بحط قطع الفراخ بتاعتي جنب بعضها كده، ما بقلبش خالص الا ما اتاكد ان هي خدت لون من الجهة اللي انا حطيتها عليها، تمام كده. كل ده على نار عالية. طبعا بما انها اكلة سهلة كده وسريعة وتكون خفيفة كمان، ممكن تكوني بتجهزي جنبها كده شوية مكرونة، شوية سلطات، شوية طحينة. شايفين هنا انا بوريكم ان هي لسه ما اتحمرتش، فمش هقلبها خالص دلوقتي. تمام كده، انا قلبتها لما اتحمرت، وبعدين غطيت عليها 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. واي تتبيلة كانت باقية معانا من الصوص اللي احنا جهزناه بنحطها كده على وش الفراخ بتاعتنا. تمام، كل ده بقى على نار هادية. بعد ما قلبتها لازم اغطي عليها واسيبها على نار هادية 10 دقايق كده، ربع ساعة، لحد ما تنزل اي مرقة او مية فيها وسوائل، وبعدين ترجع تتشربها تاني. شايفين لونها تحفة جدا، ما خدتش مني 10 دقايق او ربع ساعة على النار، وكانت جاهزة معايا احلى فراخ مشوية ممكن تتخيليها. تقدري بقى تحطيها على طبق التقديم كده وتتاكل كده وهي سخنة. شايفين لونها، شايفين جمال الفراخ بتاعتنا، مفيش اسهل من كده. والتتبيلة تحفة جدا 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 بجد، طعمها ميكس كده ما بين الفراخ المشوية، وكمان هي خفيفة كمان في طعمها، حلوة قوي. اللحم الفراخ دايب جدا وشارب من التتبيلة، حلو جدا جدا. شايفين جمالها، اللون كمان حلو قوي لما خدت الصدمة في الأول واتحمرت، ورجعنا حطينا عليها باقي الصوص، اداها شكل تحفة ولون حلو قوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اسهل طريقة وتتبيلة للفراخ ممكن تعمليها، مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط، وتكون جاهزة معاكي فراخ كده. الكبار والصغيرين كمان هيحبوها منك جدا، ولا اسهل من كده. عملنا جنبها كده شوية سباكيتي تحفة جدا. تتبيلة سريعة وبسيطة، وهتطلع معاكي النتيجة في منتهى الجمال والروعة. وبالهنا، اشوفكوا الفيديو الجاي على خير. باي باي.